انضم إلينا عبر خدمة سكايب من بروكسل الكاتب الصحفي وسيم إبراهيم. يا سيد وسيم، بين التقدم واللا تقدم، هذه التصريحات التي بها تضارب وفقا لمراقبين، ما هي نقاط الخلاف في وجهة نظرك؟ نعم، مساء الخير لكم للسيدات والسادة المشاهدين. نقاط الخلاف هي كل شيء، يعني كل هم شيء. مختلفون على كل شيء. نعم، حينما يعني تبدأ عملية شراكة من هذا النوع، يعني شراكة بعد انفصال، يمكن تخيل مدى الخلافات القائمة. بكل الأحوال اتفاقيات، يعني الآن المسألة تدور حول مفاوضات لاتفاقية للتجارة الحرة تستبدل علاقة الشراكة التي طلبت بريطانيا فصمها وحدث الانفصال. هذه الاتفاقية المرتقبة المنتظرة يفترض أن تمشي مصالح الطرفين، ولكن طيب هذا دعنا نحددها يا سيد وسيم، يعني هل هي قواعد التجارة فقط؟ هل هي ما يتعلق بمسألة الصيد البحري؟ هل ما يتعلق ببعض الشروط التي يرى بعض المراقبين أن المفاوض الأوروبي يحاول فرضها على بريطانيا في هذا التوقيت، وهي غير موجودة ربما في أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبين أي دولة أوروبية خارج نطاق الاتحاد؟ نعم، موضوع الصيد البحري تنظر له بريطانيا كورقة قوة في هذه المفاوضات. مفاوضات، يعني حينما نقول مفاوضات للتجارة الحرة، كل طرف سوف يسعى بأقصى جهده كي يحقق مكاسب. بريطانيا تريد تحقيق هذه المكاسب لأنها تعرف أن الأوروبيين غير مستعدين. هي تريد الاستفادة من السوق الأوروبية المشتركة التي كانت ضمنها حتى بعد الانفصال، بدون أن تتحمل تكاليف يجب أن تتحملها. تريد أن تكون حرة في عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الآخرين، وفي نفس الوقت تتنصل من قواعد المنافسة. قواعد المنافسة بمعنى نحن جارين، بيننا مصالح كبرى، لا يمكن أن تلعب على كيفك، يعني وتفرض ضرائب تحول بلادك إلى نوع من الجنة الضريبية وتحمل جاذبية كبيرة. إذا ما قلته صحيح، بريطانيا تحاول استخدام بعض أوراق القوة، والتكتيك الأساسي الذي تحاول استخدامه هو نفس التكتيك الذي استخدمته حين مفاوضات الانفصال، يعني التظاهر حتى آخر لحظة أنهم غير جديين، لا يقدمون شيء، واستخدام عامل الزمن. قال المفاوض الأوروبي: بريطانيا لا تريد تمديد فترة المفاوضات، ولكن في نفس الوقت تبطئها، يعني لا تتصرف بشكل ولا توحي يعني سننتظر طريقتها يا سيد وسيم بالجدية. ما ستولي إليه الأمور في مايو ويونيو القادمين. شكرا جزيلا عبر خدمة سكايب ضيفنا الكاتب والصحفي وسيم إبراهيم. شكرا جزيلا سيد وسيم.